احنا رجع لنا محمد يحيى طبعا زميلنا رئيس القسم الرياضي في جريده الوطن. محمد بصبح عليك مره تانية، وكنا بنتكلم على الاستعدادات طبعا لقاء الاهلي وفيتا كلوب والزمالك طبعا وجورماهي الكيني. نبدا بالنادي الاهلي لقاء السبت ان شاء الله على المستوى الفني وعلى مستوى التشكيل المتوقع. والله هو الاهلي بياخد المباراه يعني عنده مشكله في وسط الملعب المره دي، لان السولية انضم للقائمه وسافر مع الفريق النهارده للكونغو، ولكن هو لسه مصاب وبيتم تجهيزه. حمدي فتحي مصاب هو كمان، وحسام عاشور ايضا مصاب، فدي كلها حاجات بتقرق لسرت دول المجموعه اللي كان اعتمد عليهم بالفتره اللي فاتت. السولية وحمدي فتحي هو اللي كان بيعتمد عليهم في حته كده. في عوده لمحمد هشام بقى، هشام محمد هشام محمد هيبقى موجود، وكريم ندفد هيلعب بقى في المركز دوت اضطرارا، رغم ان هو كان بيلعب في مركز متقدم خلال المباريات اللي فاتت، ولكن اضطرارا هيلعب في المركز دوت، هو مفيش غيرهم دلوقتي في حاله عدم تجهيز السوليه اللي انضم للقائمه وسافر معاهم للكونغو فعلا. دي اكبر المشاكل اللي في التشكيل، لكن الباقي هيبقى التشكيل ثابت، والاهلي اصبح عنده وفره في اماكن كتير. حتى كمان احمد فتحي ممكن يبقى ليه دور ويشارك في وسط الملعب بعد ما رجع. احمد فتحي اصلا لاعب وسط ملعب وبيلعب باك رايت، يعني وفقا للحاجه حاجه الفريق يعني، فبالتالي ممكن يلعب، لان في وفره دلوقتي في اكتر من مكان، خصوصا خط الهجوم. الاهلي اصبح عنده وفره هجوميه كبيره جدا، ازارو، مروان محسن، اجايه، طبعا تعرض لاصابه امبارح صلاح محسن، فالاهلي لا عنده وفره كبيره جدا على مستوى الهجوم وعلى مستوى بقيه الخطوط، ولكن هي مشكله وسط الملعب بعد اصابه الشرية واصابه حمدي فتحي هي اكبر حاجه بتؤرق لسه. قبل لقاء بتروجيت كان في مخاوف طبعا من مركز حراسه المرمى، يعني كان في اصابات عند الشناوي والشريف اكرامي، وطبعا كان في حيره بالنسبه للمدير الفني طبعا لغايه ما تعافى الشناوي وكان موجود في اللقاء. هل مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي دلوقتي مستقر ولا عنده ربما بعض المشكلات؟ لا، هو مركز احد المراكز المستقره، لان هو عنده محمد الشناوي وبديله حاليا علي لطفي في ظل اصابه اكرامي، وفي اثنين حراس تاني بيتمرنوا معاه يعني مصطفى شوبير مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، اثنين من الشباب، وده بيتم تجهيزهم عشان يكونوا مع الفريق الاول في الفتره اللي جايه، زي ما طلع قبل كده شريف اكرامي وزي ما طلع محمد الشناوي، كلهم من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبالتالي بيتم تجهيز الشباب عشان يكون ليهم فرصه في الفترات اللي جاية، على الأقل يعني لو جات لهم فرصة ممكن واحد فيهم يتمسك بيها ويثبت نفسه ويشارك. صحيح، دي سنة الحياة، طبيعي إن لاعب أساسي بيتصاب فيشارك لاعب بديل ممكن ياخد فرصة يثبت نفسه قدام الجمهور، ولو ده ما حصلش مش هيطلع حراس جداد، يعني فكرة التدوير دي عشان حراس جداد يظهروا ويبقوا الصورة ويقدروا إن هم ياخدوا فرصة وينافسوا يعني. نعم. طب أستاذ محمد، كنا بنتكلم أنا وهشام لغاية ما حاولنا نتصل بحضرتك مرة تانية عن وضع الزمالك حاليا، وهو حاليا بقى في المركز الثالث مع فروقات قليلة جدا ما بين الأربع فرق، يعني لسه هشام بيقول إنه فرق بينه وما بين الأول نقطتين. فهو لازم يفوز، لا بديل عن الفوز في كل المباريات القادمة. شايف استعداد الزمالك هيكون إزاي؟ وجراس هيعمل إيه؟ هل هيغير الخطة بتاعته؟ لا، هو جراس مش هيغير، ولكن هيعتمد على قدراته الجبلية أعلى. هو امبارح بس تعرض لضربه كده بغياب خالد بوطيب اللي سافر للمغرب بسبب وفاه والده، فبالتالي بنسبه كبيره مش هيكون موجود في ماتش جورماهي الا لو لحق، يعني هو مسافر امبارح لسه ما جاش، وهيشوف هيرجع امتى بعد ما يتلقى العزاء في والده، طبعا خلص العزاء ليه. هيبقى بديله عمر الفهد المهاجم الاساسي، وفي اتجاه ان حميد احداد يلعب مكان كهربا، وكهربا يقعد على الدكه بعد رفع الايقاف عنه. فلسه التشكيل بتاع الزمالك ملامحه ما بانتش، تشكيل الفريق هيبدا تدريبات النهارده بعد الراحه اللي كان مديها لهم جوس. الازمه اللي في مباراه الزمالك الاكبر هي ملعب المباراه، لان جروس رافض يلعب على ملعب برج العرب بسبب الارضيه، اكتر من مدرب اتكلم على ان الارضيه اصبحت مستهلكه بسبب كثره الاستخدام، فبالتالي عدد كبير من المدربين بيرفضوا ان هم يلعبوا عليها دلوقتي، وبيحاولوا في محاولات من اداره نادي الزمالك لنقل المباراه لملعب بيترو سبورت في القاهره، ولكن حتى الان المفاوضات دي مش ناجحه، وان كنت ارى ان هي من الصعوبه ان تنتقل المباراه لملعب بيترو سبورت في ظل قوانين الاتحاد الافريقي، ان انت ما ينفعش تنقل المباراه الا تكون مبلغ قبلها باسبوعين على الاقل الفريق المنافس. نعم. طيب ليه كهربا يا استاذ محمد مش هيشارك؟ مش هو المفروض خلاص عاد من الجزاء اللي اخده وقالوا ان هو هيشارك في المباراه القادمه؟
والله هو حميد تحديات ظهر بشكل كويس المباراة اللي فاتت، فبنسبة كبيرة جروس هيعتمد عليه وهو بيلعب في نفس مركز كهربا. وبرضه عشان المشكلة الأكبر كانت بالنسبة لكهربا، أو التحقيق كان منصب بشكل كبير على توجيهه شباب لزميله يوسف أوباما في الملعب، نعم، وليس كما يقال دايما أو كما يعلن إن هي بسبب البصق على الجماهير. الجمهور، لا هو كان بالنسبة لزميله أوباما فعلا.